connect, drive change, and create an impact. By fostering innovative solutions and building resilient institutions. By advancing integrated, inclusive responses and implementing الاجابات الكامله والمتكامله من خلال التشارك على مستوى انساني ومؤسساتي للتعامل مع هذه المخاطر التي تتوالى وان نجمع العالم حتى لن نترك احدا بالخلف. ربما يلهمنا الماضي والحاضر يتحدانا أما المستقبل هو من نستطيع أن نقدمه لكم. مرحبا بكم بالنسخة الرابعة لمنتدى أسوان الذي يأخذنا للاستعداد لمؤتمر أطراف. معا نستطيع أن نخلق القارة التي ننشدها وأن نحظى بالرخاء والاستدامة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellencies, Your Excellency. أصحاب المعالي والسادة معالي وزير الخارجية المصرية، السادة والسادة الحضور الكريم، صباح الخير لكم جميعا، مرحبا بكم. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في منتدى أسوان للأمن للسلام والاستدامة. هذا ما يأخذنا في محاولة لمعالجة تداعيات الأزمات المتتالية بالقارة حتى نحظى بقارة أكثر قوة وصمودا. وفي اليومين التاليين سوف نتحدث من خلال المساحة المتاحة هنا بجلسات منتدى أسوان حول هذه الأمور. وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السادة الوزراء، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، يطيب لي الترحيب بحضراتكم اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. اسمي رامي رضوان ويشرفني أن أكون مع حضرتكم اليوم في افتتاح هذه الفعالية الهامة. لقد تم تدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في عام 2019 بمدينة أسوان كمنصة رفيعة المستوى فريدة من نوعها في إفريقيا، تعمل على توثيق الروابط بين السلام والتنمية وتعزز من مبدأ الملكية الوطنية للقضايا الإفريقية، وتدعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وتعقد هذه الدورة من المنتدى تحت عنوان إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة، حيث تقام هذا العام بشكل هجين افتراضياً وحضورياً، وهو ما سيساعد في الوصول إلى جمهور عريض في إفريقيا وجميع دول العالم. أصحاب المعالي، السادة الوزراء، السادات والسادة الحضور الكريم، تنعقد هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم حالة من الاضطراب والتوترات خلفت وراءها العديد من الأزمات والمخاطر الجديدة التي لها انعكاساتها المباشرة على القارة الإفريقية في وقت تقف فيه القارة أمام عدد من التحديات القائمة، لا سيما تلك المترتبة على أثار جائحة كورونا، فضلاً عن التهديدات التي تواجه السلم والأمن. في المقابل تتوقع من العوامل الهامة التي يمكن من خلالها تحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية والبشرية في القارة من خلال سواعد الشباب الإفريقي الذي يمثل أكثر من نصف عدد سكانها، وبتضافر جهود كافة أبناء القارة من أجل تعزيز قدرة الدول الأفريقية على مجابهة سلسلة التحديات التي باتت تواجه دولنا ومجتمعاتنا في وقت واحد. وتكتسب نسخة هذا العام أيضاً مكانة خاصة لكونها محطة هامة على طريق انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، لذا فسوف تتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتغير المناخ وأثارها المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار في إفريقيا. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، في مستهل حفل الافتتاح أرجو من سيادتكم الترحيب بمعالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، يسعدني اليوم مشاركتكم في تدشين أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تأكيداً لحرص مصر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الأفريقي باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي انعكس على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة للمنتدى، مما يؤكد على ما توليه مصر من أهمية للمنتدى أسوان، والذي يعتبر ويجسد ملكية أبناء القارة لمصيرهم وريادتهم في طرح حلول شاملة وفاعلة للتصدي للمشكلات التي تواجه القارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفق أرضية مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للجميع. لقد جاء اختيار عنوان الدورة الثالثة للمنتدى أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود والاستدامة، ليتيح المجال لإقامة حوار معمق حول التحديات المتشابكة التي باتت تهدد أمن وسلامة قارتنا الأفريقية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة العام 2030. سيدات والسادة، تنعقد الدورة الثالثة لمنتدى أسوان في ظل تطورات سياسية استثنائية غير مسبوقة يشهده المجتمع الدولي، وهي تطورات تحمل الكثير من التحديات والتداعيات السلبية، لعل من أبرزها أزمة الغذاء العالمية ذات التداعيات الجسيمة على جهودنا لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، والتي جاءت في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي والقارة الأفريقية يعانيان من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة الكورونا. ومن ثم أود طرح رؤية مصر لمواجهة تلك التحديات، وهي الرؤية التي تستند إلى المحاور التالية: أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار مع ضرورة التنسيق القاري من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ثانياً، ضرورة احتواء أثار السلبية المحتملة على قارتنا الأفريقية نتيجة لتوتر الدولي القائم، والحيلولة دون تشتيت الجهود الدولية عن مواجهة التحديات القائمة بالفعل، وتحجيم أثارها الأمنية والاقتصادية خاصة على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، وإسهام ذلك بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجريمة المنظمة واستقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب في أفريقيا. وننوه هنا بضرورة تضافر الجهود الدولية دعماً للدول الأفريقية وظروفها الاقتصادية. ثالثاً، ضرورة تبني نهج شامل لمكافحة الإرهاب وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية، والعمل على بناء مؤسسات وطنية أفريقية قوية وقادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية، بالإضافة إلى اللقاء الدوري على مساهمة الشباب الأفريقي في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين، وهو ما حرص عليه منتدى أسوان من خلال إطلاق حوار شبابي يتم تنظيمه لدول القارة. سيدات والسادة، إن مصر بوصفها الرئيس القادم للدورة 27 لمؤتمر أطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، سوف تعمل بالتنسيق مع أشقائها في أفريقيا على خروج المؤتمر بنتائج محددة تصب في مصالح العمل المناخي الدولي، ولا سيما خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية وخاصة الأفريقية من ذلك عبر تعزيز النفاذ لأدوات التنفيذ اللازمة وفي مقدمتها عبر موارد تمويل المناخ. ومن هذا المنطلق حرصنا من خلال منتدى أسوان لهذا العام
أن نركز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام ما تواجهه من أزمات تختبر القدرات الوطنية والأطر القارية، وكذلك القضايا المرتبطة بتغير المناخ في إطار إثارة إثارة المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار في القارة، مثل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام، وتدخل تغير المناخ مع الأمن الغذائي والمائي، والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ في أفريقيا، بما يمثل فرصة لتعميق في تناول تلك القضايا استناداً إلى المناقشات التي تمت حولها في إطار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك خلال الرئاسة المصرية للمجلس في شهر نوفمبر من عام 2021، وأخذاً في الاعتبار ما ورد بشأنها في تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام تحت عنوان التأثيرات والتكيف والقابلية للتأثر. ولا يفتاني في هذا الصدد التأكيد على أن تنامي إدراك المجتمع الدولي لتلك الآثار التي يخلفها تغير المناخ من مضاعفة تحديات دولنا الأفريقية يستلزم تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تحديات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم خاصة في مجال التكيف، أخذاً في الاعتبار أن القارة الأفريقية تعد الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الطرف الأقل إسهاماً في حدوثه. السيدات والسادة، في الختام أود أن أتوجه بخالص التقدير والامتنان لأشقاء الوزراء من دول السنغال وكوت ديفوار وجنوب السودان الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في أعمال المنتدى، كما أوجه الشكر لكافة الشركاء الذين حرصوا على دعم المنتدى بمختلف الأشكال سواء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية باعتباره مثلاً عملياً على التعاون البناء، وكذا بالجهود الدؤوبة لمركز القاهرة الدولي لبناء وحفظ السلام باعتباره نموذجاً رائداً لمراكز التدريب والبحث الأفريقية التي تسهم في تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية. ونأمل في أن يمثل هذا المنتدى نقطة هامة ومحورية في مسار تعزيز العمل الدولي المشترك خدمة الأمال وتطلعات شعوبنا وخاصة شباب أفريقيا نحو عالم أفضل ومستدام وقادر على الصمود في مواجهة كافة التحديات. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، يشرفنا الآن أن نتابع رسالة مسجلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقبها رسائل مسجلة من كل من السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. شرفنا الآن أن نتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة،
لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلا عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية. في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب انتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية والتي ينبغي علينا المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين
فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطاً بالمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها واقعنا اليوم، والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية. ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في إفريقيا، فضلاً عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا، يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثراً بها والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة. وختاما، فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها معا في إفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعا التكاتف ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسؤولية وبعزيمة صلبة لا نحيد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون معا على تخطي تلك الصعب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية. وأنني على ثقة فأن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهاما رفيعا ومقدرا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربا عن تطلعي إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكلمة سيادته. والآن نتابع معا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. Excellencies, dear friends, والسعادة الحضور الكريم،
في خدمة هذه المنتدى. كما تعلم أن القارة الأفريقية تواجه عدد لا ينضم من التحديات، وطبعا الأزمة الاقتصادية والتي تزايدت بجائحة كوفيد 19، وبالأخص طبعا بحرب الروسية على أوكرانيا، ووصول الناس لمصادر آمنة للغذاء أصبحت أيضا أحد الأمور الأخرى الغير متوفرة. وهذا يأخذنا إلى التعافي المالي. هناك عدد من التوترات والصراعات، وهذا طبعا يذكرنا في الوقت ذاته بأزمة المناخ. تقدم القارة الأفريقية فقط 30% من الغازات الدفيئة، إلا أن القارة ودول القارة هي الأكثر تأثرا تعرضا للمجاعات وللأزمات الخاصة بنقص المياه. وطبعا بكل الدول، وهناك حوالي 10% على الأقل من الشعوب الأفريقية تعاني من إتاحة الدعم للحصول على أو الوصول لأمان واستدامة مستقبلية للاقتصاديات. ولذلك في مواجهة الكوفيد 19 قامت كل الشركات الدوائية والحكومات أن تعمل معا لتقديم كل مساعيها لتقديم عدد من اللقاحات والأدوية. لابد أن نعمل على أن الدول الأفريقية أيضا تشهد مثل ما تشهد باقي دول العالم بالحصول على هذه الأمن الغذائي والنمو الأخضر والعلاجات والأمثال. لابد أن نتأكد أن هناك نمو تشهده القارة، وهذا المنتدى يساعد في هذا الصدد، ومن خلال كل الجهات المعنية لتعمل على تأمين وبالأخص أجهزة الأمن. نحتاج أيضا يكون هناك خطط واضحة وقوية التي تعمل على معالجة كل المشكلات التي تنبثق من مشكلة المناخ. وطبعا اتفاقية باريس في حد ذاتها وعدم الالتزام بها قد تكون كارثة. ربما لابد أن نعمل جميعنا على أن نتشارك في تحديد عدد من الاحتياجات، وطبعا وفقا لبرامج الاتحاد الأفريقي. جميعها لابد أن تعمل على تحقيق أمال ومساعي الجهود الأفريقية واستخدام المصادر المتوفرة والانتقال من استخدام الوقود الأحفوري للطاقة المجددة، حتى نتمكن من تحقيق ثورة حقيقية وجديدة باستخدام الطاقات المتجددة واستخدام أيضا المواد المتوفرة ومواد خام متوفرة، حتى نتمكن من دعم وزيادة الاستثمارات، وحتى نحظى بعدد من المشروعات تقدم عدد من الخدمات والدعم لكل الدول تستطيع أن تستفيد منها الدول بالقارة، وأن ننتقل سويا من استخدام الوقود الأحفوري ونقدم الدعم اللازم للدول حتى تقوم ببناء اقتصاديات أخضر، ونعمل على زيادة الاستثمارات. هناك حوالي مليارات الدولارات تتم استثمارها في كل عام، لذلك لابد أن ننتهي هذه الفرصة. كما تعلمون هناك 2% فقط من هذه الأموال تذهب لقارة أفريقية وفقا للعقود السابقة. ولذلك بحلول مؤتمر الأطراف 17 لابد أن تكون هناك عدد من المساعي تدعم كل المؤسسات التي تضمن أن كل أفراد الشعب والشعوب سوف تتمكن من مواجهة المخاطر المتتالية بالخمسون عام القادمة. ولابد أن تعلموا أن الأمم المتحدة تقف بجانبكم وبجانب الجميع لأن نحظى بمستقبل أكثر ازدهارا للجميع. شكرا جزيلا. كل الشكر للسيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة على كلمته. نتابع الآن كلمة السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسادة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم أننا نعكس على هذه النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والأمن المستدامين، والتي تركز على المساعي والمسارات لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة وسلاما للقارة الأفريقية ومواجهة المشكلات المتداعية بملف المناخ، وهي أيضا تساعد في وقت ذاته تقديم حلول والتي من شأنها أن تتعامل مع هذه التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي بالقارة السمراء. دعوني أعرب عن خالص شكر وامتناني لجمهورية مصر العربية لعقدها هذا المنتدى الهام. وملف المناخ كما تعلمون هو تهديد بالغ لتواجدنا ولحضاراتنا.
وهي أيضا أحد الأمور الهامة لاستمرارية واستدامة القارة الأفريقية، وكما تعلم أيضا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 23. في الحقيقة ملف تغير المناخ نرى أنه يعكس بسلبياته على عقود من الاستثمارات والنمو والاقتصاديات، وأيضا هناك عدد من التحديات البيئية الأخرى مثل التلوث البيئي، مثل التنوع والتدهور في ونقص وندرة الأمن الغذائي والمياه، وأيضا تهديد الأمن الغذائي، وهذا أيضا يعمل على زيادة الفقر، وأن هناك موجات من الفقر المقطع، وكل هذا للأسف يعمل على زيادة التطرف والإرهاب بشكل خاص. وأثار هذه التحديات من كل القطاعات المختلفة بشتى المجتمعات والتي تعمل جميعها وبالأخص بالقارة السمراء بقارتنا على أن يواجهها من الجانب الاقتصادي والسياسي والبيئي والاجتماعي لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة. وأيضا في الوقت ذاته تأتي ضعف هشاشة القارة الأفريقية على زيادة وتعميق آثار جائحة كوفيد-19، وللتعامل ولمجابهة هذه التداعيات ولزيادة المقاومة المفوضية الاتحاد الأفريقي مع شركائها وضعت الأمور الآتية بقيد التنفيذ. أولا أن يكون هناك استراتيجية من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي ويتم تطبيقها بكل قمة الاتحاد الأفريقي ب 2022، وأيضا تعتمد على زيادة استخدام الطاقة الخضراء وزيادة المساحات الزراعية وتعزيز هذه الأمور بالأخص في الدول النامية. ثانيا أن يكون هناك خطة عمل أيضا يتم تطبيقها بعام 2022 وتستهدف لضمان أن خطة التعافي من جائحة كوفيد-19 هي خطة مستدامة، وحتى نقوم بدعم هذه العلاقات والأواصل ما بين هذه القطاعات المعنية، لابد أن يتم تقديم عدد من الشراكات السريعة ذات الصلة والتي من شأنها أن تتعامل بشكل سريع، وحتى نشهد أيضا طرقا تعمل على تقوية هذه القارة على الناحية المستدامة. لابد أن يكون هناك عدد من الخطوات. أولا أن يكون هناك تقوية للدول النامية في سياق عدد من المفاوضات، وطبعا في الوقت ذاته يتم تنفيذ عدد من الخطط بما يتماشى مع أجندة مؤتمر الأطراف 27. وأيضا ثانيا فيما يتعلق بالتحول للطاقة، لابد أن يكون هناك استخدامات وتطبيقات وتقديم عدد من بناء القدرات حتى تسعى لتقليل انبعاثات الكربون. وثالثا أن يكون هناك مجالا ومساحة التي تعمل على وضع بنود خاصة بالتمويلات بالأخص للشركات وللمشروعات والدول الأقل نموا. رابعا الاستثمار لما يحقق الاستدامة، وأن يكون هناك دعوة لأن يكون هناك أنظمة تعمل على تحقيق الاستدامة، وخامسا أن يكون هناك تنفيذ سريع لأجندة المناخ، وأن يتم وضع عدد من النقاط الواضحة بأجندة العمل التعمل لتحقيق أهداف المناخ. وأخيرا أود أن أقدم خالص شكري لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر الأطراف 27 المزمع عقده بنهاية هذا العام، وأود أن أقول إلى أنه من جانب التزاماتها تقوم مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعامل والتعاون مع كل أصحاب مصلحة من أجل إنجاح قمة المناخ. أتمنى لكم جميعا النجاح بفعاليات الفاعلية وأن تخرجوا بمخرجات فعالة. شكرا جزيلا. السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على كلمة سيادته. أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم، الآن وبعد الانتهاء من الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أدعو حضراتكم لمتابعة أولى جلسات المنتدى والتي تحمل عنوان أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية، التحديات والاستجابات، والتي سيتفضل معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية بإدارتها. اسمحوا لي الآن أن أدعو إلى المنصة معالي الوزير سامح شكري وزير جمهورية مصر العربية، فليتفضل. معالي الوزيرة إساتا تالسال وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج بجمهورية السنغال. معالي الوزير كوبينان إجوماني وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية ساحل العاج.
أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة، وذلك لوقائع وفعاليات الدورة الثالثة من منتدى السلام والتنمية المستدامين في أسوان، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة التي ألقاها في هذه الدورة على أن منتدى أسوان بمثابة محفل أفريقي فعال وجامع لمناقشة مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة. أكد أيضا أن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات لها عواقب على مختلف الأصعدة. وأشار السيد الرئيس إلى أن أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية تتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كذلك أيضا نوه الرئيس إلى أن تحديات الأمن الغذائي تضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الأفريقية في ظل تحديات الشح المائي وارتفاع الأسعار. وقال السيد الرئيس إن قارتنا الأفريقية تواجه تحديات تتعلق بحالة السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وشدد على أن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية تدفعنا لتعزيز التكاتف المشترك وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أيضا في كلمته إلى حرص مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، وأكد على أن مصر تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية وتقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية. لفت أيضا السيد الرئيس إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية. أيضا تحدث السيد الرئيس عن تزامن انعقاد النسخة الثالثة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، وذلك مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ. أيضا ذكر السيد الرئيس أن قارتنا الإفريقية تعد الأكثر عرضة لأثار تغير المناخ السلبية، خاصة مشكلة التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية. وختم الرئيس السيسي كلمته بالقول إن منتدى أسوان يوفر فرصة للاستمرار في إيصال صوت القارة الأفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، وأعرب عن ثقته في أن مداولات المشاركين في هذا المنتدى سوف تشكل إسهاما رفيعا ومقدرا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، أهلا بحضرتك في البداية. كما نتابع الفعاليات الخاصة بمنتدى السلام والتنمية المستدامين والنسخة الثالثة من هذا المنتدى والتي تنعقد أيضا في أسوان، قراءتك للكلمة الخاصة بالسيد الرئيس وبشكل خاص أنه أكد أن هذا المنتدى بينعقد في توقيت بالغ الدقة وبالغ الأهمية؟ الحقيقة تحدث عن النقاط التي الهامة جدا والخطيرة التي واجهها المؤتمر، ويجب أن يبحثها ويجب أن يصل إلى حلول مفيدة بالنسبة لها. الوقت التوقيت هي توقيت مهم جدا جدا، نعم. يأتي تتعرض في قارة أفريقيا لأزمتين كبيرتين جدا، أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، وهذا أمر مهم جدا، وأزمة نزلة المياه وأزمة التصحر، نعم. وكل هذا أمور يجب أن يتعرض لها المؤتمر، لأن المؤتمر يبحث عن السلام والتنمية، ولن يكون هناك سلام أبدا إلا بالاستقرار، والاستقرار يأتي من وجود الأمن، والأمن يقتضي وجود موارد مهمة للغذاء الذي تعاني منها القارة. سبق السيد الرئيس أن دعا الدول المتقدمة لنقل التكنولوجيا الخاصة بالغذاء والصناعة أيضا للحصول على أجزاء أفضل وكميات أكبر، وأيضا للحصول على قيمة مضافة بالنسبة للصناعة الخاصة بالموارد الأفريقية الطبيعية. كل هذا أشار إليه السيد الرئيس، وأشار إلى أنه لابد من التكاتف والتضامن لحل هذه المشكلة، وأن هذا المؤتمر يعتبر في التوقيت وتوقيت مناسب جدا في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها مشاكل كثيرة جدا تعاني منها أكثر من معاناة أوروبا وأكثر معاناة القارات الأخرى. وبالتالي فإن الموضوع المنتدى يجب أن يتعرض لكل هذه المشاكل، وأن نحاول إيجاد الحلول العملية والتي يجب أن تكون على أرض الواقع، وأن الدول الصناعية الكبرى لابد أن توفي بالتزاماتها التي وعدت بها في مؤتمر جلاسكو، نعم. لكي تستفيد من القارة في الزراعة بالذات الأفقية والزراعة الرأسية، لكي التقدم التكنولوجي يخدم الزراعة ويخدم الصناعة، ولا بد من الحصول الأفريقي عليه، وأن يقع هذا الالتزام على الدول الصناعية الكبرى. نعم. بالتأكيد كل هذه الملفات التي طرحها السيد الرئيس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذا المنتدى سيادة السفير، حضرتك تحدثت عن الأمن الغذائي أو أزمة الغذاء في القارة الأفريقية، ولكن أود أن أتوقف عند أزمة أخرى وهي ضرورة مواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. والسيد الرئيس أشار في هذا الملف تحديدا إلى حرص مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وخدمة شعوب المنطقة لمتابعة أو لمواجهة التبعات السلبية الخطيرة لهذه الظاهرة. تعليقك على هذه النقطة تحديدا ودور مصر في مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية. الحقيقة أن مصر كانت تعلم بذلك دائما وتدعو الدول إلى المشاركة وبذل الجهد لمواجهة الإرهاب، ولذلك تم إنشاء مركز السلام هنا في القاهرة لمواجهة مسألة الإرهاب ومسألة التطرف. هذا المركز يعالج هذه المشكلة الخطيرة التي تؤخر أفريقيا وتستخدم فيها أفريقيا السلاح لحل المشاكل، ويدعو السيد الرئيس إلى عدم استخدام السلاح، يدعو إلى الحوار، والحوار هو سبيل سليم لحل كل المشكلات الداخلية الخاصة بالدول الأفريقية. يجب أن تتوقف الحرب الأهلية، يجب أن يكون يسود السلام من خلال الحوار بين كل الأطراف، وأنه لا بد من دعوة مهمة جدا، وأن يدعو السلام إلى قبول الآخر. لا بد من هناك وجود اختلاف الرأي ثم وجود حلول يقبلها الجميع، نعم. حد أدنى من الحلول عدم استخدام السلاح أمر مهم جدا، ويجب أن تتوقف الحرب الأهلية والنزاعات الداخلية والتطرف الذي يدعى بأنه تطرف ديني. الدين لا يأمر إطلاقا باستخدام السلاح لحل المشاكل، بالعكس الأمر شورى، ولابد من الحلول التوافقية وحلول
الحوارية التي تؤدي إلى حل هذه المشاكل. نعم. وفي هذا الإطار أيضا السيد الرئيس لفت إلى المرحلة التالية التي تأتي بعد إنشاء هذا المركز، مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مسألة إعادة الإعمار. والسيد الرئيس لفت تحديدا إلى إطلاق مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية. قراءتك لهذه الخطوة المهمة ولهذا المركز والدور الذي يقوم به في أعقاب النزاعات، وذلك من أجل مساعدة الدول التي تخرج من هذه النزاعات في إعادة الإعمار بها؟ هذا المركز يقوم بدور مهم جدا في موضوع اعاده الاعمار. نعم. يجب استغلال الموارد الافريقيه لاعاده الاعمار، وهناك سبيلين لاعاده الاعمار، الاعمار الفكري والاعمار المادي. الاعمار الفكري صحيح. يجب ان تكون هناك افكار جديده لصياغه قبول الاخر وقبول تعاون بين كل الاطراف. نعلم جيدا ان هناك قبائل في افريقيا، يجب ان هذه القبائل لا تتنازع، يجب ان يكون بينهم حد ادنى للتفاهم للنهوض بالدولة، لأن تمسك كل قبيلة بأفكارها وبإمكانياتها وأنها لابد أن تحصل على أكثر الأصوات وأكثر المناصب وأكثر مجال للثروة، يجب أن يتغير هذا. فهناك أعمار، لابد أعمار فكري وأعمار مادي بإعادة تغيير الحل، إيجاد حلول للتصحر وإيجاد حلول للنظر للمياه، وأن المياه يجب أن تكون وفق الاتفاقات القانونية الثنائية والأنهار الدولية وفق القانون الدولي. كل هذه الأمور لابد أن تبحث وتغرس فيها قرارات حاسمة يلتزم بها الاتحاد الأفريقي أيضا. نعم. في ضوء المعطيات التي ذكرتها أيضا معالي السفير، إذن هناك أهمية كبيرة لإنعقاد هذه النسخة وهذه الدورة من المنتدى، وذلك مع قرب إنعقاد الدورة 27 لقمة المناخ إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. أهمية هذه الجزئية تحديدا في رأيك؟ هذه الجزئية جزئية هامة جدا، لأن تغير المناخ فعلا تعاني منه افريقيا. الغابات وما تعاني من الجور عليها بتغيير لها دور خطير جدا في تغيير المناخ. التصحر ايضا مصدر في منتهى الخطوره. الموارد المائيه الشحيحه الموجوده في افريقيا، ليست كل الدول الافريقيه تنعم بالمياه. نعم. وبالتالي فان كل هذه المسائل ثلاثه يتصلون بعض، كما ذكر السيد الرئيس انها مشاكل متشابكه. التصحر والجور على الغابات وندرة المياه متشابك مع بعضها البعض، لابد من التعرض لها وايجاد حلول ملزمه لكل الدول الافريقيه، ويتبناها الاتحاد الافريقي من خلال المفوضيات الموجوده فيه لحل هذه المشاكل. هذا امر مهم جدا جدا جدا. نعم. سيادة السفير، ذكرت في بداية حديثك أن السيد الرئيس تحدث على أهمية التكاتف من أجل مواجهة كل التحديات الخاصة بالقارة الأفريقية، وأيضا ذكر نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه هذا المنتدى بيمثل صوت أو محاولة لإيصال الصوت إلى الشركاء الدوليين. أود تعليق حضرتك على هذه النقطة المهمة التي أثارها السيد الرئيس. الحقيقة أن موضوع العمل الجماعي في أفريقيا موضوع مهم جدا، لابد من الالتزام بالعمل الجماعي، لابد من وصول إلى النتائج يلتزم بها الجميع، يعني يطبقها على الأرض، لا تتخذ قرارات في المؤتمرات أو في المفوضيات الأفريقية وثم لا نطبقها، لابد من تطبيق هذه النتائج التي يصل إليها المؤتمر، وأن تكون ملزمة من خلال الاتحاد الأفريقي، وأن المفوضيات يجب أن المفوضيات الموجودة في الاتحاد الأفريقي تتابع هذه النتائج لتطبيقها على أرض الواقع لكي نستفيد منها ولا تبقى في الأوراق في الأدراج. هذا لا يمكن. من ناحية أخرى أيضا، الالتزامات التي على الدول الصناعية الكبرى التي ألزمت نفسها وعرضتها في مؤتمر جلاسكو الذي عقد في منذ أشهر، لابد من أن توفي بهذه الالتزامات لتتمكن أفريقيا من مواجهة المشكلات الكبيرة جدا الخاصة بالغذاء والتقدم الصناعي والقيمة المضافة للموارد الصناعية الموجودة فيها.
نعم. أيضا في ظل التوترات والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كيف يمكن أن يحدث هذا التكاتف بين الشركاء الدوليين وبين كل الدول الأفريقية، أن يتم هذا التنسيق فيما بينها من أجل مواجهة مختلف التحديات، سواء بالنسبة لمواجهة الإرهاب وكذلك أيضا العمل على القضاء على أزمة الغذاء، بل الوصول إلى الاكتفاء من الغذاء، ليس فقط الأمن الغذائي ولكن أيضا الاكتفاء الذاتي من الغذاء كما تطرق السيد الرئيس في كلمته. الحقيقة السيد الرئيس كان قد دعا إلى هذا الالتزام من خلال مؤتمرات القمة الكثيرة التي عقدت إبانة أن كان رئيس الاتحاد الأفريقي. نعم. فهناك قمة خاصة بأفريقيا فرنسا، قمة خاصة بأفريقيا الصين، أفريقيا روسيا، أفريقيا ألمانيا، أفريقيا بريطانيا، كل هذه القمم مع الدول الصناعية الكبرى كانت واضحة تماما أن هناك التزام من ناحية هذه الدول والدول الأفريقية. يجب أن يتم تطبيق هذا، يجب أن يتم الإعلان عن جدول زمني لتطبيق هذه. يعني في دول عرضت 20 مليار دولار وغيرها لموضوع المناخ، ودول أخرى عرضت 10 مليار، ودول أخرى دعت إلى 30 مليار. يجب تطبيق هذا الالتزام عمليا ووضع جدول زمني لتطبيقه من حيث على أرض الواقع لكي تستفيد من الدول الأفريقية، وبهذا هذا التطبيق يكون فعلا تصل الدول الأفريقية إلى جدول لتطبيق هذه المساعدات لتصل إلى غرضها بالتنمية ورفع كفاءة الدول الأفريقية بالنسبة لموضوع الغذاء أولا، وأيضا القيمة المضافة المسائل الصناعية الثانية. نعم. سيد الرئيس أيضا تحدث في كلماته على أنه مصر بتسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية وتقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية. أيضا يعني قراءتك لهذه النقطة التي أثارها السيد الرئيس في كلمته عن دور مصر في دعم الدول الأفريقية في هذا الإطار. مركز السلام المقام في القاهرة يعقد دورات تدريبية ويأتي إليه مسؤولين أمنيين ومسؤولين في الرقابة الإدارية ومسؤولين من الشباب وبرلمان الشباب، وكل هذا في ظل لخدمة الأغراض الأفريقية، لخدمة قرار ينهض بالدول الأفريقية. دورات خاصة بالشباب، دورات خاصة بالأمن، دورات خاصة بالرقابة الإدارية، دورات خاصة بالعسكريين الأفارقة للأمن. كل هذه الدورات دورات تعقدها مصر في القاهرة ابتداء الوصول بأفريقيا إلى استقرار وتنمية. نعم. نعم. أيضا سيد الرئيس أعرب عن ثقتي في أن مداولات المشاركين في هذا المنتدى بشكل كامل هتشكل إسهامات رفيعة ومقدرة من أجل صياغة وبلورة رؤى محددة بتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل. برأيك هل تتوقع أن يخرج هذا المنتدى ببعض الأمور التي تنفذ على أرض الواقع من أجل أن يكون هناك خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لمواجهة مختلف التحديات الخاصة بالقارة الأفريقية؟ يستطيع هذا المؤتمر فعلا أن يصدر قرارات ويحدد لها تواريخ ويحدد لها سبل تطبيق على أرض الواقع. مواجهة الأمر الواقع أمر مهم جدا، ليس القرار لا يؤخذ صيغته هكذا، يجب أن يكون له جدول زمني وإطار محدد للقيام بواجبات محددة. إذا نجح المؤتمر في التوصل إلى هذا سيكون مسألة مهمة جدا جدا للنهوض بأفريقيا، الجدول الزمني والمهمات المحددة للتطبيق في كل دولة أفريقية. نعم. أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد تحية، هناك النسخة الثالثة التي تنعقد الآن من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في توقيت بالغ الأهمية، تعقيبك على كل ما ورد في كلمة السيد الرئيس. هو بالطبع احنا لو شفنا في البدايه هو توقيته مهم جدا. احنا لو شفنا الدوله المصريه بطول اهتمام كبير جدا بالقاره الافريقيه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الان، بيسعى الى التنميه الشامله داخل القاره الافريقيه، بيسعى الى
العمل على وحدة القارة الأفريقية ومواجهة الأزمات الكبيرة التي تحيط بالقارة الأفريقية، من صراعات إثنية، من تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، من نقص في الغذاء، من تغيرات مناخية أثرت بشكل كبير على الأراضي الأفريقية وأثرت على الشعوب الأفريقية. لهذا السبب مصر بتقدم خدمات كثيرة جدا للقارة الأفريقية وبتقدم خبراتها على مدار السنوات الماضية من تنمية شاملة داخل الدولة المصرية إلى القارة الأفريقية، كما تسعى أيضا مصر إلى تهدئة الأوضاع داخل القارة في العديد من المبادرات، مبادرة إسكات البنادق، في أيضا دعم الدول الأفريقية لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية من خلال تجمع الساحل والصحراء وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في القاهرة، أيضا تدريب عناصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الأفريقية. كل ده الهدف منه الوصول إلى الاستقرار داخل القارة الأفريقية وإعادة بناء القارة الأفريقية والعودة إلى التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية في ظل التحديات وفي ظل الأزمات الكبيرة اللي بتحيط بالقارة. وإحنا برضو لو تابعنا خلال السنوات الماضية هنلاقي أن مصر قدمت كثير في مجال الطاقة للقارة الأفريقية. صحيح. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي كان هو الصوت اللي بيوصل الصوت الأفريقي إلى كل دول العالم. شفنا في خلال زياراته الخارجية كلها المؤتمرات الخارجية، روسيا وأفريقيا، اليابان وأفريقيا، والعديد من الوسطين وأفريقيا أيضا، كلها الهدف منها تقديم المساعدات للقارة الأفريقية، إيصال الصوت الأفريقي الحقيقي إلى القارة الأفريقية. وحتى في مسألة تغير المناخ وأن أفريقيا هي القارة الوحيدة المظلومة على مستوى العالم كله في هذا الإطار بسبب عدم وجود الدعم المالي الكافي من الدول الكبرى إلى القارة الأفريقية. يعني مصر قدمت الكثير للقارة، مصر تسعى إلى التنمية داخل القارة، مصر تعلم الثروات الحقيقية داخل القارة الأفريقية، لهذا السبب تسعى إلى وجود تنمية شاملة ووجود تنمية مستدامة داخل القارة الأفريقية، وده اللي احنا بنشوفه في العديد من المؤتمرات اللي وذلك طبعا بيحدث بعد تحقيق الأمن وتوفير الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية مثلما ذكرت أستاذ جميل. أتوقف عند النقطة التي أثرتها في حديثك الآن وهو فيما يتعلق بأهمية انعقاد هذه النسخة مع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ، هذه القمة التي ستكون في منتهى الأهمية أيضا في توقيت بالغ الأهمية وستشهدها مدينة شرم الشيخ إن شاء الله قريبا، نظرا للتحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية أنها أكثر عرضة لتغير المناخ. يعني أود تركيز حضرتك أستاذ جميل على هذه النقطة تحديدا. هو بالطبع القارة الأفريقية هي أكثر قارة في العالم تضررا، وهو ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمه الماضيه في جلاسكو. نعم. وطبعا مصر في هذه القمه ان شاء الله اللي هتتم اخر العام الحالي في مدينه شرم الشيخ هيكون ليها دور كبير في انها توجه او تظهر الحقيقه الكامله من تاثر القاره الافريقيه من تغير المناخ وتاثيرها بشكل مباشر على الأراضي الزراعية وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة بشكل عام داخل القارة الأفريقية. وهناك العديد من النقاط تتم مناقشتها كلها في إطار رفع المعاناة عن القارة الأفريقية وأيضا استقبال دعم من الدول الكبرى حتى تصبح أفريقيا أو تبدأ أفريقيا في مواجهة عمليات تغيرات المناخ. نعم. أيضا سيادة الرئيس ذكر في ختام الكلمة التي ألقاها أن هذا المنتدى بيمثل استمرارية في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى مختلف الشركاء الدوليين للمشاركة في مواجهة التحديات الخاصة بالقارة. أهمية انعقاد هذا المنتدى وهذه النسخ المختلفة والدورات المختلفة لهذا المنتدى بين حين وآخر، ونتحدث طبعا عن النسخة الثالثة وأهمية انعقادها في هذا التوقيت.
هو بالطبع انعقاد المنتديات في هذا التوقيت او بشكل مستمر زي ما قلت لحضرتك، هو ايصال صوت القاره الافريقيه الى العالم كله. هذه القاره مظلومه على كافه المسارات، المسار الامني، المسار الاقتصادي، المسار التنميه الشامله داخل تلك الدول، ايضا ايقاف الصراعات وايقاف زي ما قلت لحضرتك الصراعات الاثنيه اللي موجوده داخل القاره، التدخلات الاجنبيه المباشره من عدد من الدول الكبرى، كل ده بيؤثر بشكل كبير على استقرار افريقيا وبيؤثر بشكل كبير على التنميه داخل القاره الافريقيه. فاعتقد ان اقامه تلك المؤتمرات هو بيوضح امام العالم كله المخاطر او التهديدات والتحديات اللي بتواجه القاره، كيفيه الوصول للاسلوب الامثل للتعامل مع هذه الازمات. يجب ان يكون هناك تعاون دولي لرفع المعاناه عن القاره، ولان القاره الافريقيه للاسف الشديد هي معروفه انها من افقر قارات العالم، لكنها على الجانب الاخر تمتلك ثروات كبيرة جدا. صحيح. لو أحسن استغلالها القارة هيصبح ترتيبها متقدم على مستوى قرى العالم، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك تعاون دولي. والمؤتمرات اللي بتقودها مصر، المنتديات اللي بتقودها مصر في هذا الإطار كلها بتوصل صوت افريقيا الى العالم ككل. نعم، ومن ابرز او من اخطر الازمات التي تواجه القاره الافريقيه هي ازمه الغذاء، وتطرق اليها السيد الرئيس وذكر انه هذه الازمه اللي بتشهدها القاره الافريقيه بتتطلب اتخاذ يعني حزمه من التدابير العاجله بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل ما اشرت حضرتك الان. يعني الى اي مدى من الممكن ان يتم هذا التعاون بين الدول الافريقيه والشركاء الدوليين من اجل تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل التحديات الخاصة بالشح المائي وارتفاع الأسعار؟ هو طبعا التعاون ده يجب أن يتم من خلال ثلاثة الإمداد للغذاء بشكل مباشر وبشكل منتظم إلى دول القارة الأفريقية، العمل على استغلال الأمثل للأراضي الأفريقية زي ما قلت لحضرتك اللي فيه ثروات كثيرة من ضمنها الأراضي الزراعية الكبيرة اللي لا يحسن استغلالها في الوقت الحالي، فيجب أن يكون هناك تكنولوجيا يتم تقديمها الى القاره الافريقيه تستطيع انها تتغلب على عمليات التجريف او عدم استغلال الاراضي، ايضا هناك تحليه المياه وتحليه البحار، كل ده هيعطي دفعه كبيره لاستغلال الاراضي الغير مستغله في الوقت الحالي في القاره الافريقيه. وايضا دعم دول العالم لها باهم بالغذاء في الوقت الحالي، وايضا بالمعدات والامكانيات المتطوره لزراعه الاراضي في القاره الافريقيه. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه، شكرا جزيلا لك. وينضم الينا السفير صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه. معالي السفير بعد التحيه، هناك الكثير من الفعاليات التي شهدتها مصر خلال الفتره الاخيره، ربما كان الاقرب هو الاجتماعات السنويه او مؤتمر الاجتماعات السنويه الخاصه ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي وتابعناها جميعا، واليوم بتنعقد النسخه الثالثه لمنتدى اسوان للسلام والتنميه المستدامين في توقيت بالغ الأهمية. برأيك معالي السفير، يعني قراءتك لدور مصر في دعم القارة الإفريقية ومواجهة مختلف التحديات التي تمر بها قارتنا الأم؟ مصر لها دور يعني مميز، دور ريادي، حقق نقلات نوعية في جميع الملفات الخاصة بالقارة الإفريقية. القارة الإفريقية بتواجه العديد من التحديات، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستحدث، ومصر في الحالتين بتلعب دور محوري في كليهما. ففيما يتعلق بالأسباب القديمة أو الظروف التي أوجدت تحديات قديمة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة، فضلا عن القضايا السياسية الساخنة التي تهدد الأمن والاستقرار للقارة، فمصر لها دور في هذا الصدد، ونحن نعلم مدى ما تقوم به في دعم مكافحة الإرهاب والمراكز الخاصة
بالتعاون ما بين الدول الأفريقية المنشأة في مصر للتبادل المعلومات والمعلومات المخابراتية والبيانات لمكافحة الإرهاب. نعم. وأيضا فيما يتعلق في فترة ما بعد النزاعات، هناك مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة البناء والإعمار لمرحلة ما بعد النزاعات، وهذا الماضي يؤكد دور مصري سواء كان فيما يتعلق في الأمن وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بمكافحة الإرهاب، وأيضا ما يتعلق بدفع عملية التنمية المستدامة في كافة المجالات بالنسبة لهذا المركز، فضلا عن دورها في إطار العلاقات الثنائية وإطار المؤتمرات والمنظمات والنظم المتعددة الأطراف. وبالتالي الدور المصري في هذا المجال دور رائد ومتميز. أما فيما يتعلق بالعمليات المستحدثة والأسباب المستحدثة وهي ثلاثة: الأزمة الأوكرانية وما فرضته من تحديات تتعلق بالطاقة والغاز والأمن الغذائي، وأيضا جائحة كورونا وما ترتب عليه من حالة اقتصادية تتجه إلى التراجع في كافة الدول الأفريقية بصفة خاصة، فضلا عن أن اقتصادات الدول الأفريقية تعاني أصلا من أزمات اقتصادية لعل من أبرزها عدة ديون ودور مصر فيها في تخصيص هذا العبء أو إزالته. أيضا فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيرات المناخ وتغيرات المناخ، نحن نعلم أن مصر ستشهد مؤتمر في نوفمبر القادم لمواجهة تحديات المناخ، وضرورة أن يكون المؤتمر لإنفاذ التعهدات الغربية سواء بانتعادات مالية أو نقل التكنولوجيا، وأن هذا المؤتمر أيضا هو مؤتمر أفريقيا بالدرجة الأولى باعتبار أن أفريقيا هي الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ والأقل سببا فيها. نعم، معالي السفير، تحدثت عن الكثير من الملفات التي تطرق إليها السيد الرئيس في كلمته، وهي من أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية فيما يتعلق بدعم الأمن والاستقرار، وأيضا عملية إعادة الإعمار فيما بعد النزاعات، وكذلك أيضا التحديات الخاصة بتغير المناخ باعتبار أن القارة الأفريقية هي الأكثر عرضة لتغير المناخ. وأيضا هناك ملف في منتهى الأهمية السيد الرئيس تطرق إليه، وهو أزمة الغذاء في القارة الأفريقية وأهمية أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، وليس فقط مجرد مواجهة هذه الأزمة، ولكن أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من خلال استخدام الميكنة والتطور في الزراعة، وهذا هو ما أشار إليه السيد الرئيس. قراءتك لهذا الملف تحديدا وأهميته وخطورته في القارة الأفريقية؟ لا شك أن الأمن الغذائي، يعني نستطيع أن نقول أن القارة الأفريقية وأيضا بما ذلك المنطقة العربية لديها من الإمكانيات والقدرات في حال توفر التكنولوجيا والاستثمارات المطلوبة أن توفر الأمن الغذائي للقارة الأفريقية والمنطقة العربية بل وربما للعالم أجمع. القارة الأفريقية لديها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لديها ثروة حيوانية ضخمة، لديها ثروات بحرية كبيرة، لديها فرص لإقامة صناعات مرتبطة بالأمن الغذائي، هناك ايضا استخدام التكنولوجيا الحديثه لزياده يعني المحاصيل والانتاجيه ومعدلات الانتاج وتحسين النوعيه. كل هذه الامور اعتقد انها متوفره لدى القاره الافريقيه على النحو الذي يمكنها ان تحقق فعلا الامن الغذائي للقاره وايضا لدول اخرى خارج القاره الافريقيه. وانا اعتقد ان حال توافر الدعم المطلوب من جانب الدول الغنية التي تعهدت من قبل فيما يتعلق بتغيرات المناخ وفيما يتعلق أيضا بجائحة كورونا، يستطيع الدول والاستثمارات التي يمكن أن تأتي من خلال الدور المصري الكبير الذي طلع به خاصة في فترة سيطرة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى المتعدد، سواء على مستوى القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص الأفريقي والأجنبي، أستطيع أن أقول أن فرص تحقيق الأمن الغذائي على درجة عالية من النوعية وكثافة الإنتاج أمر ممكن أن يتحقق، بل سيكون هناك فرص كمان للصناعات ونشاط العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض وبين أفريقيا والعالم الخارجي. إذن هذه التحديات الخاصة بأزمة الغذاء بتتطلب اتخاذ معالي السفير حزمة من التدابير العاجلة والفعالة
وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كيف يمكن أن يتحقق ذلك، وكيف يمكن أن يتحقق ذلك تحديدا في ظل التكاتف المشترك وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة ونافذة على أرض الواقع من خلال التنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين؟ واضح أن هناك طبعا كما نعلم جميعا أن هناك برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبرنامج أيضا الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة اللي هو 2063 والأمم المتحدة 2030. هناك تنسيق تام في بين الجانبين، هناك مؤتمرات بتعقد لهذا الغرض، هناك آليات عبارة عن منظمات إقليمية ودولية متخصصة في هذا المجال. وأنا أعتقد أن هناك زخم كبير من جانب الدول الأفريقية والدول المتقدمة والدول الغنية ودول العالم، وخاصة أن مصر بتلعب دور محوري في هذا الصدد. يمكن من خلال هذه الآليات ومن خلال هذا التنسيق والتشاور في إطار البرنامجين اللي أشرت إليهم ممكن أن يحدث تقدما كبيرا فيما يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية. نعم، كما ذكرت أيضا معالي السفير أن القارة الأفريقية بتواجه تحديات في منتهى الخطورة بتتعلق بحالة السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار السيد الرئيس أشار إلى حرص مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية الخاصة بهذه الظاهرة. يعني قراءتك لهذا الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية في ضوء إنشاء هذا المركز؟ مصر بتلعب دور محوري سواء في مكافحة الإرهاب من خلال هذا المركز باعتباره من إحدى الآليات التي تستخدم في هذا الصدد. هناك أيضا مبادرة إسكات المناطق، وهي أمر يعني مبادرة في غاية الأهمية، وهناك يعني جهود مكثفة لإخراجها إلى حيز التنفيذ على النحو الذي يمكن أن تنتهي الصراعات في القارة الأفريقية في خلال هذا العام أو العام القادم إن لم يتم في هذا العام، لأن تأخر إنفاذ هذه المبادرة منذ سنة أو سنتين. إذن المبادرة زائد الدور المصري فيما يتعلق بهذا المركز، سواء فيما يتعلق أيضا بالتعاون اللي بنقدمه مصر لبعض الدول الأفريقية في الإطار الثنائي أو الإطار المتعدد لمواجهة الإرهاب ومكافحته، أيضا فيما يتعلق بدور مصر في قضايا سياسية ساخنة بتعمل على التوسط أو الاطلاع بدور من أجل التوصل إلى حلول هذه القضايا على النحو الذي يوفر الأمن والاستقرار والمناخ الملائم لعملية التنمية المستدامة في القطاعات الإنتاجية العديدة الخاصة بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. والآن ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد منتدى أسوان. محمود، هل لك أن تطلعنا على الأجواء لديك وذلك بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية الخاصة بمنتدى السلام والتنمية المستدامين في أسوان؟ نعم ريهام، بعد التحية بالطبع النسخة الثالثة المميزة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، هذه النسخة المميزة لعدة أمور. أولا لأنها تناقش على يعني أجندة الجلسات التي ستكون موجودة خلال اليومين الجانب الاقتصادي ومدى التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية بشكل خاص، تأثرا بالطبع بالأزمات أو التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. اليوم كان هناك الجلسة التي بدأها السفير سامح شكري وزير الخارجية بكلمة رحب بها طبعا بالضيوف، وأكد على أهمية هذا المنتدى في إيصال طبعا صوت أفريقيا للعالم، وأكد أيضا على جهود التنمية والسلام التي تتم ومكافحة الإرهاب، وأكد أيضا على ضرورة مشاركة الشباب في هذه النسخة. الكلمة التي ألقاها
ألقاها السفير سامح شكري وزير الخارجية جاءت انعكاسا لرؤية الدولة والتي ترجمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها أمام الضيوف، والذي أكد في مستهل كلمته على أن المنتدى أسوان أصبح منصة فعالة وجامعة أيضا لمواجهة التحديات الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن موضوعات هامة ترجمت خلال الجلسات التي سيتم مناقشتها اليوم، وكان أبرز هذه التحديات أو الموضوعات التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأمن الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن الأمن الغذائي أكد أنه لابد أن يكون هناك عدد من القرارات الفعالة، منها استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني الحفاظ على الإنتاج الزراعي، ومصر لديها تجربة رائدة في هذا الأمر فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الأمن الغذائي. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مشاركة الشباب الإفريقي في هذا المنتدى وتعزيز دور المرأة في السلم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال هذا المنتدى. السيد الرئيس تحدث أيضا على جهود الإعمار ما بعد النزاعات. فكل هذه الأمور التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم مناقشتها من خلال عدد من الجلسات. الجلسة الافتتاحية التي ما زالت يعني تنعقد من خلال بعض المشاورات والتي يرأسها السفير سامح شكري وزير الخارجية، وأيضا سيكون هناك جلسة أخرى بعنوان تعزيز الترابط بين التكيف مع المناخ وبناء السلام والطريق إلى الأمام. وهذا أيضا ما تحدث عنه السيد الرئيس، أن هذه النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية ينعقد مع التحضير لقمة المناخ COP27 التي ستعقد في نوفمبر المقبل. فأكد على أهمية يعني مناقشة تغير المناخ ومدى تأثير تداعيات تغير المناخ على تحقيق جهود السلام والتنمية داخل القارة الإفريقية. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد منتدى أسوان. شكرا جزيلا محمود على هذه التغطية الوفية. كنا معكم مشاهدين على شاشة التلفزيون المصري في هذه التغطية الحية لوقائع الافتتاح الخاص بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى الذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية. الآن نترك حضراتكم مع إعادة لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص
على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلا عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية. في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية والتي ينبغي علينا المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية
للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطا بالمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها واقعنا اليوم، والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية. ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في إفريقيا، فضلا عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا، يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثرا بها والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة. وختاما، فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها معا في إفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعا التكاتف ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسؤولية وبعزيمة صلبة لا نحيد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون معا على تخطي تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية. وأنني على ثقة فأن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهاما رفيعا ومقدرا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربا عن تطلعي إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.